السلام عليكم ورحمه الله، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكون كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، مرحبا بكم في القناه ديالي ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم جبت لكم نظام ديال سالي فؤاد اللي معروفه بزاف، للاسم ديالو 3 ايام الرجيم السحري، ولكن هذا النظام الجديد نزلاته مقاد شويه على الرجيم الاول. صراحه الرجيم الاول حتى هو كان زوين، جربته والنتائج ديالو زوينه بزاف. اول حاجه كنبداو بها في الصباح هي كاس ديال الماء دافئ ضروري مع العسل، تكون حره اولا قطرات من فيتامين سي، اولا الا ما عندكمش تقدو تاخذوا فيتامين عادي ديروه في الماء تاخذوه، حيت الفيتامين سي ضروري في هذا النظام، وبلا النظام الرجيم ضروري تشربوا حبه واحده ديال الفيتامين سي في النهار، حيت كيعلي الحرق في الجسم وكيساعد في حرق الدهنيات بزاف. او تقدو تاخذوا كاس ديال الماء حتى جوج كيسان فيه عصير الحامض، يعني تختاروا يا اما العسل يا اما الفيتامين سي يا اما الحامض. من بعد ما خديت الماء مع العسل تسنيت واحد 10 دقائق، ومن بعد خديت جوج كيسان ديال الماء وبقيت ساعتين، عاد خديت الوجبه الاولى ديال الفطور. انا عندي جوج بيضات زائد الجبن، ديروا اي جبن عندكم زائد الشاي. كاينين بعض الناس اللي ما كيقدوش ياكلوا البيض مسلوق في الصباح، هي قالت تقدو تستبدلوه بعلبه ديال الطون تكون ديال الماء ماشي ديال الزيت، وحتى الا ما لقيتوش ديال الماء تقدو تغسلوها بالخل وتنشفوها مزيان في شي صفايه، راه كتحيدوا منها كاع دوك الزيوت. اولا تاخذوا الفطر حتى هو في الفطور، كاين الناس اللي كيصوموا كيبغيو يديروا هذا البرنامج، يعني يقدوا في الصباح الا قدوا يفطروا بهاد الحوايج يديروهم، علاش لا؟ ما قدرتوش راه هذا هو الافطار، صراحه كيشبع وزوين بزاف. بالنسبه للقهوه، الناس كيشربوا القهوه، عندكم الحق في نص كاس ديال الحليب، عاد ديروا يعني القهوه من عندكم الحق انكم ديروهم مخلطين او تاخذوا قهوه كحله بوحدها، حيت قالت في هذا النظام الا خديتو كاس كبير ديال الحليب كتسمى وجبه كامله، هكاك علاش هي قالت غير نص كاس ديال الحليب فقط ومعها القهوه. ندوزو دابا للغدا. بالنسبه للوجبه ديال الغدا، انا هنايا اختاريت الحوت، غنوريكم الطريقه كيفاش غادي نطيبو. غادي نديرو في الفران مع الخضره، النظام الاول كان فيه يعني الطون او الحوت، ما كانش اللحوم بحال الدجاج او لا يعني بحال الكفته بحال هاد الحوايج ما كانوش في النظام الاول، ولكن هذا النظام درت فيه هاد الحوايج. انا هنايا غناخذ الفيلي ديال الحوت، وهنايا عندي الربيع معدنوس مع شويه ديال الملحه والابزار وشويه ديال الحامض وشويه ديال زيت الزيتون ماشي بزاف، وخلطتهم مزيان. ودابا غادي ندهن هاد الفيلي مزيان كما كتشوفوا، غادي نعمرها مزيان بهذاك الخليط، صراحه كتجي بنينه ودغيا كطيب. زائد الخضر، في النظام الاول كانت غير السلطه والطون فقط، هاد النظام الاخر هاد جديد درت اضافه زادت الخضر. انا هنايا درت واحد الحبه صغيره ديال البطاطا، واخا ما عنديش الحق فيها ولكن درتها صغيره يعني ماشي كبيره، قطعتها كشرائح حتى هي غادي ندخلها الفران. يعني تقدو ديروا خضره وديروا سلطه حتى هي، ولكن كاينين الممنوعات في سلطه هي المطيشه ممنوع، ممنوع البصله وممنوع الفلفل الاحمر ولا الاخضر ممنوع. وهنا غادي نزيد شويه ديال الثومه والجزر، هنا سلقته نص سلقه من قبل، هو البروكلي حتى هو سلقته نص سلقه، وغادي ندخل كل شيء الفران. صراحه كيجي زوين بزاف، تقدو ديروا اي نوع ديال الخضر كما قلت لكم، بعدو غير مطيشه وفلفله ما تديروهاش البصله. هاد ثلاثه الحوايج ممنوع حيت فيهم السكريات، وهي في هذا النظام قالت خاصها تبعد السكريات نهائيا باش المخزون ديال الدهون هو اللي يعني الجسم يحرقه مزيان، حيت في هذا الريجيم الا مثلا كلينا
شي حاجه فيها السكريات، الجسم غادي يمشي نيشان للسكريات باش ياخد منها الطاقه، وغادي يعني ما غاديش نستافدو، بالعكس الا ما لقاش سكريات غادي يمشي للدهون وغادي ياكل منهم. هكاك علاش غادي يكون معدل ديال الحرق ديالنا طالع مزيان، والجسم غادي يحرق اكثر واكثر. وهنايا غادي نزيد شرائح ديال الحامض صافي، وغادي ندخل كل شيء الفران، غادي نخليه يطيب على خاطرو دغيا كيطيب. وهنا في الاخر غادي نزيد شويه ديال الزعتر، هذا عندي الزعتر منسم بالحامض، ديروا زعتر ديروا ازير اي حاجه عندكم من الاعشاب منسمه ديروها راه كتجي زوينه بزاف. صافي كما كتشوفوا، ما تنساوش شرب الماء، ضروري في النهار انكم تشربوا الماء، زائد الا قدرتوا انكم ديروا الرياضه ولو غير نصف ساعه مزيان، ما قدرتوش ماشي مشكل، حيت النتائج ديال هاد الرجيم زوينه بزاف، والمده ديالو 3 ايام، ما تفوتوش اكثر من 3 ايام، حيت كما كتقول هي رجيم قاسي، الا الجسم تعود على واحد النظام اللي هو قاسي ما غاديش يبدا يحرق، يعني خصكم كل فتره ومن الاحسن كل 3 ايام تبقاو تبدلوا في الاكل، حيت الجسم كيبقى ياخذ غير واحد يعني واحد النظام كيبقى غادي عليه كيتعود، ما كيبقاش يحرق. صافي اخواتاتي، هنايا الغداء ديالي وجد كما كتشوفوا، طاب مزيان، وخديت كاس ديال الماء فيه الحامض. تقدوا انكم نهار ديروا مثلا حوت، نهار ديروا مثلا الا بغيتوا تستبدلوا بالطون كما قلت لكم ديال الماء، اولا الصدر ديال الدجاج يكون مشوي او مسلوق بدون جلد، او ديروا مثلا كفته تكون بدون دسم، اولا ستيك ديال اللحم. هاد الحوايج كلهم تقدوا انكم تختاروا حاجه منها، يعني الريجيم فيه 3 ايام كل نهار تقدوا ديروا حاجه مع الخضر والسلطة ضروري. انا هنا اكتفيت غير بالخضر، ما درتش السلطة، زائد فيلي ديال الحوت. وتقدروا ديروا مثلا الفطر الا كيعجبكم، لي شامبينيو حتى هما ديروهم، ولكن غير حاجه واحده حيت كيتعتبر من البروتينات، غير حاجه واحده اللي تقدروا تاخذوا. الريجيم الاول قلت انه يعني غير الطون، ممنوع اللحوم، هاد المره دخلت التعديلات كما قلت لكم، دخلت اللحوم في هذا النظام الثاني ديالها. هذا اليوم الثاني ديالي خديت سلاطه يعني فيها غير الخس والفجل، تقدروا ديروا المعدنوس، ديروا الفجل، الخيار، الخيار تحيدوا ليه القشره، والخضر. هادشي اللي عندكم الحق في سلاطه، اولا الجرجير يعني بعدو من الفلفله، مطيشه حتى هي ممنوع، البصل ممنوع. بالنسبه للخضر تقدروا ديروا البروكلي، خيسو، لوبيا، اللوبيا الخضراء، ديروا مثلا الكورجيت اللي كيقولوا لها الكوسه، هاد الحوايج يعني كاع الخضر الخضراء ديروها زوينه بزاف. صافي هادشي اللي كاين هنايا. من بعد الغدا خديت شاي ديال الزنجبيل، ودرت معاه شويه ديال القرفه ومعلقه صغيره ديال الكمون مطحون، هذه غير اضافه الى بغيتو مشروبات حارقه اللي تعاونكم في النهار، تقدروا ديروهم بحال هكا، ولا ديروا مثلا المشروب ديال القرفه بوحديتو، كاين بزاف ديال المشروبات اللي كيساعدوا في الحرق، حتى هما زوينين وكيعاونوا. بالنسبه للناس كيقدوا ياكلوا الحار، راه مفيد بزاف للجسم وكيعلي معدل الحرق بزاف في الجسم، الا قديتو كلوه راه زوين. هذه الوجبه الاخيره ديال العشاء، خاص تكون قبل النوم بثلاثه ساعات. عندي هنايا الزبادي او الياغورت بدون دهنيات بدون سكر، درت فيه عصره ديال الحامض زائد شويه ديال الحبوب الشيا كما كتشوفوا. ما عندكمش ديروا معلقه صغيره ديال القرفه حتى هي زوينه، اولا بدر الكتان حتى هي مفيده. صافي غادي نحركو مزيان باش هذاك الحامض يتخلط. هذا هو العشاء، ما غاديش نزيد معاه حتى شي حاجه، هي قالت تقدوا انكم تزيدوا معاه يعني علبه ديال الطون اولا جوج بيضات، الا ما كليتوش في الفطور كله في العشاء جوج بيضات او الفطر.
انا هنايا اكتفيت غير بالياغورت بوحديتو، ما غاديش نزيد لا طون لا فطر لا جوج بيضات. بالنسبه ليوم الثاني ما خديتش العشاء نهائيا، حيت خديت كاس ديال القهوه مع الخمسه ديال العشيه هكذاك صافي، وحبست الماكله حيت قالت مثلا الا خديتو كاس كبير ديال الحليب فيه قهوه كتعتبر وجبه، يعني ما تزيدوش مثلا، ما تاخدوش قهوه وتعاودوا تاخدوا تاني دانون، لا عندكم حاجه واحده. الا بغيتو مثلا من الناس المدمنين كيشربوا القهوه بزاف، عندكم الحق في نص كاس ديال الحليب وديروا عليه قهوه. انا خديت كاس كبير ديال الحليب وزدت عليه قهوه، هكاك علاش استغنيت على الوجبه ديال العشاء. صافي خواتاتي، وصلنا لاخر فيديو، هذا هو النظام لمده 3 ايام، يعني وريتكم شنو الحوايج اللي كيتزادوا في الغداء، هي صدر الدجاج اولا اللحم اولا علبه ديال الطون مع الخضره، هاد الحوايج اللي تزادوا، يعني الريجيم مده ديالو 3 ايام فقط، وتكملوا الريجيم ديالكم عادي. صافي وصلنا لاخر فيديو، بسلامه عليكم الى فيديو جديد ان شاء الله.